في بعض العلماء قال من أهل اللغة إنه الحب أكثر خصوصية، الحب أكثر خصوصية من المودة، يعني بمعنى آخر من أشد الحب أشد من المودة. بس إذا بتلاحظوا إحنا في أثناء لما منعبر أحيانا أنت بتقول مثلا أنا أحب التفاح، صحيح؟ ولكن بتقولش أود التفاح، أنتوا مش بتقولوا في العامية بدي. شو يعني بدي؟ يعني ودي، يعني رغبان ومتمايل نحو الشيء. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إذن مش بس موضوع بحب، مش بس موضوع بحب، لاحظوها، وبيميل إلى وبرغب إنه يحصل. هذا مش موجود في كلمة بحب، هو بحب خلاص. لكن لاحظوا، يود المجرم لو يفتدي. يود أو المناسف، يعني بتحب المناسف مش بتودها، أخف من الحب يعني الود أخف. لكن واضح إنه فيه معنى آخر ما فيش موجود في الحب، اللي هو الميل نحو الشيء والرغبة في حصوله، والرغبة في حصوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى في قضية الزواج شو قال؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة، مودة يعني حب ورغبة وتمايل بشك نحو وترجي وإلى آخره، بشك في اثنين بعضهم من بعض، والله يطول العمر والله يطول الألفة، تمام. هالمسائل هاي احنا كيف نكتشف على فكرة الود؟ بالكلام او بالسلوك. ممكن واحد يودك بهدية بدون ما يحكي ولا اي شيء، مش يحبك بهدية، هاي بدينا ايش نميز بين معنى الحب وايش، مش بيحبك بهدية، هو بيحبك عشان هيك بهديك، لكن لاحظوا، لكن بيودك بهدية. اذا مش معنات ود يعني يساوي حب، مش معنات ود يساوي حب، لا. والود كما قلنا فيه رجاء، فيه رجاء وفيه تمايل، وغالبا يظهر من خلال ايش؟ سلوك عملي، سلوك عملي، لانه الله بياخذ على ايش؟ على السلوك العملي. وهذا موجود بالحب ولا موجود بالود؟ السلوك العملي موجود بالود. الان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وإذا وجدنا هذول معناته مش مؤمنين لا بالله ولا باليوم الآخر، هذول معناته مش مؤمنين لا بالله ولا باليوم الآخر. طب هم بيقولوا مؤمنين، عندنا مش مسجل إنهم مؤمنين. وفي منهم تسرون إليهم بالمودة، في مسلمين ما كانوش عارفين كشف إلهم القضية، تسرون. في احيانا المودة ايش؟ اذا المودة ممكن على فكرة يكون بالسر، كيف؟ العلماء فرقوا بين المدارة والمداهنة. المدارة هذه من الحكمة وعقلك كبير بكون بالدار يستفيه مرات وبتاخده على قد عقله، مشان مثلا تجذبه بالدار الناس وبتوقفش كثير عند أخطائهم، بتوقفش كثير عند أخطائهم مشان تستوعبهم. المدارة ممدوحة، يعني ممكن تيجي تقول له أنت يا ابن الحلال أهلك كويسين وهم أهله لا كويسين ولا إشي، أنت أهلك محترمين طول عمره، سيدك من قبلك محترم، يا ابن الحلال أنت بالعكس لازم أصلك يردك، وهو أصله شو؟ تيجي تقولوا لي هذا نفاق، لا، هذاك بوقف قدام الملك يلي سيدك احسن سيد ويلي ايش سيده احسن سيد بتمدح فيه، هو بده يوعظه، هو اصلا هو جاي يوعظه ولا جاي ياخذ مصاري؟ هو ملك وقاعد على عرشه ونازل تقول له انت يا جدك احسن جد وانت كذا وانت انت العادل وانت، هو اصلا ظالم. هذا 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 مدارة. المداهنة اللي بتقولوها ايش اليوم؟ المداهنة بيكون فيها نفاق، لانه بتكون على حساب المبدأ، يكون على حساب المبدأ المداهنة بقصد الوصول إلى أغراضه، فبيبيع وبيشتري في الأخلاق والمبادئ، هذه مداهنة. المداهنة ممجوجة مش مقبولة ولا